يزداد المشهد تعقيداً في إسرائيل على خلفية مسألة التعديلات القضائية التي تحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها، رغم ما تواجهه من رفض من قبل الشارع الإسرائيلي، ما أجج إضرابات ومظاهرات متواصلة في تل أبيب وعدة مدن أخرى تقابلها الحكومة بحملة اعتقالات لنشطاء ومتظاهرين. مصادر محلية أفادت باعتقال الشرطة الإسرائيلية 17 متظاهراً خلال التظاهرات التي انطلقت منذ الصباح في مناطق متفرقة في إسرائيل، مؤكدة أن المتظاهرين حاصروا وزارة الدفاع في تل أبيب، فيما رصد شهود عيان قطع مئات المتظاهرين بمدينة حيفا طرقاً رئيسية، مشيرين إلى مشاركة أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة. صحيفة يعدود أحرنوت ذكرت أن المتظاهرين في تل أبيب أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين وأجابوا شوارع المدينة حتى وصلوا إلى مبنى البورصة، فيما قالت وسائل أعلام محلية إن المتظاهرين يحاولون شل الحركة في إسرائيل وقطع شوارع رئيسية في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقاً. وبدورها قالت حركة قوة كابلان التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات إن التظاهرات الثلاثاء ستحاول أيضاً تعطيل العمل في 5 محطات مركزية للقطار في إسرائيل. ويرى المحتجون في إسرائيل أن التغييرات القضائية المزمعة تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحية المحكمة العليا وتمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد.